شكرا لك يا أماني، وأهلا بكم لموجز لأهم الأنباء. نظمت مجموعة من الجالية الليبية وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في بريطانيا، مطالبين في رسالة وجهوها إلى المملكة حكومة وشعبا وهيئة كبار العلماء بوضع حد لمن يقوم بالتحريض على سفك دماء في ليبيا. كما ناشد منظمو الوقفة حكومة المملكة وعلمائها الإجلاء بوقفة جادة تجاه الذين يجعلون من فتويهم ماطية لسفك دماء الأبرياء، وكان آخرها اغتيال الشيخ الشهيد نادر العمراني. أفاد مركز السرايا الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي، أفاد بشن طائرة بدون طيار غارة جوية على منطقة الحظيرة الجمركية صباح الأربعاء. المركز أوضح أن طائرة إماراتية داعمة لميليشيات الكرامة من نوع تركتر استهدفت موقعا بمنطقة الحظيرة دون تحديد ما إن كان الاستهداف تسبب في وقوع خسائر بشرية، في حين تجدر الإشارة إلى أن الطيران الأجنبي الداعم لميليشيات الكرامة شن غارات مكثفة الأيام الأخيرة على مواقع لمجلس شورى ثوار بنغازي. قال مراسل مركز السرايا الجناح الأعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي عصام المغربي، قال إن زيارة حفتر لروسيا أمر متوقع بعد فشله في حسم المعركة على الأرض في بنغازي. المغربي في تصريح صحفي له أوضح أن حفتر يسعى إلى اقحام روسيا في حربه ضد بنغازي، ظنا منه إلى أن موسكو ستحسم المعركة، مضيفا أن طلبه التدخل لروسيا دليل آخر على عمالة قائد عملية الكرامة، في حين تجدر الإشارة إلى أن دولا تساند ميليشيات الكرامة في حربها ضد بنغازي أبرزها مصر والإمارات وفرنسا وبعض دول الخليج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.